اهلا بكم. لماذا نفتح ملف الرابعة بعد 6 سنين وبعد 10 وبعد 12؟ ليه نفتحه؟ لانه الحقيقة هذه اكبر مجزرة حصلت في تاريخ البشرية المعاصرة. يعني يجتمع عشرات او مئات الالاف في ميدان فيتم قنصهم وقصفهم وقتلهم وسحلهم بالصور اللي حضرتك تشوفها وبالفيديوهات اللي ممكن يعرضها زملائي وانا بتكلم. طب ليه بنتكلم بقى تاني عن الرابعة غير ان هي مجزرة وحاجة زي كده؟ أنا عاوز حضرتك تفهم إن هناك صراع دائم وقائم ومستمر بين زي ما قلت لك إرادتان أو بين إرادتين أساسيتين في هذا الكون، إرادة الخير والشر. إرادة الاستقلال وإرادة الاستعباد والاستحمار والاستغلال وإرادة نهب هذه المنطقة. هذه هاتان الإرادتين أو هاتان الإرادتان هما متوازيتين، يعني مفيش حاجة اسمها واحدة منهم هتنتهي، لازم يظل طول العمر هذه الإرادة موجودة. إرادة عسكر لصوص تابعين خونة، ده حقيقة مش خيال، خونة بمعنى الخيانة، لأنك أنت تنقلب على رئيس دي خيانة. إنك تتعاطى مع أمريكا وتخلي أسرار الدولة عندك أنت لوحدك دي خيانة. انه ما تعرفش الاموال اللي داخله للعسكر ولا للجنرالات ولا راح فين، دي خيانه، لان المفروض يبقى عندك مجلس الشعب. انك تقتل بلا حساب، تسرق بلا حساب، تنهب بلا حساب، تفتح حسابات بلا حساب، كل الكلام ده كله خيانه. فهذه اراده الشر لن تنفك عن حربها لاراده الخير، حتى لو اضطرت تعمل فيها اللي حضرتك شايفه ده، تحرقك بجاز اسود، لأنها تعتقد أنك الجاز الأسود القادم لحرقها. هي عنده عقيدة كده، رغم أنك ما استخدمت السلاح وما استخدمتش العنف وواجهت بصدور عارية. الصور دي بتقولك أنه ما كانش رايح يفض رابعة، كان رايح يعمل مجزرة كبيرة جدا تفوق رابعة، تصبح درس بيقول عليه السيسي أن احنا لقناهم دروس يجب ألا ينسوها. هذه المشاهد اللي حضرتك بتشوفها ليست قوة ذهبة لفض اعتصام، لا، بل كانت قوة لقتل الإنسان. لازم تفهم هذا الكلام عشان ما يجيش واحد يقعد يقول لك ايه، اصلهم كان عندهم سلاح، اصلهم معطلين الدولة. لم يتعطل مسمار في دولاب الدولة، وكان المعتصمون حول اهم المقرات العسكرية في مصر. جرب العسكري جرب القتل عدة مرات ومحاولة الفض في المنصة، عملها في الحرس الجمهوري، عملها وعمل أكثر من مرة وقتل من الناس كثير، وظن أن بهذا الإرهاب أنه يستطيع أن يقضي على إرادة الناس. ما حصلش. حضرتك المشاهد اللي ممكن تشوفها هنا وتشوف طيارات كأنك في حرب حقيقية، كأنك في حرب. بص الأطفال أو الشباب، بص المعاملة، بص الطريقة، مين بيقتل مين؟ يقول لك أصلهم كان عندهم سلاح. ده محمد إبراهيم نفسه قال لك إن إيه، ظبطنا بعض النبال، 7 بنادق وبعض النبال. وقلت في تغريدات النهاردة إنه لو كان في كل واحد معاه طوبة في المعتصمين كان عواره السيسي نفسه، لكن لم يكن هناك إرادة لاستخدام العنف. هذا مهم جداً، لا قرار ولا إرادة ولا وجود للقوة المادية. كل اللي كنا بنعمله هو مظاهرات، والمظاهرات وشعارات وفقط. رابعة كانت أجمل شيء حصل في تاريخ مصر لحد ما تم الفضل، بقى أسوأ شيء حصل في تاريخ مصر.